هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. في رواية البراء عند الإمام مالك في الموطأ وغيره بسند صحيح قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا صلاة فأطالها، فقلنا: يا رسول الله، صليت صلاة لم تصلها من قبل؟ قال: نعم، إنها صلاة خوف ووجل، صلاة رغبة ورهبة، وإني سألت ربي عز وجل لأمتي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرها يستبيح بيضتها فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم فيما بينهم فمنعنيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالخلاف الواقع في الأمة من بعد موت أبي بكر الصديق في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن عمر رضي الله عنه مات مقتولا، ومن هذا اليوم وقع النزاع ووقع الخلاف. وصدق من لا ينطق عن الهوى إذ يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. قال وفي لفظ: على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال: ما أنا عليه وأصحابي. الحديث والحديث رواه بعض أصحاب السنن، حديث معاوية رضي الله عنه وغيره بسند صحيح. فالخلاف وقع، والخلاف كله شر، وقد حذر الله تبارك وتعالى الأمة منه في كثير من مواضع القرآن. قال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. فالضعف قرين الخلاف، والضعف قرين النزاع، والفشل قرين الاختلاف والتشرذم والتهارج. قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أسأل الله جل وعلا أن يبيض وجوهنا يوم تسود الوجوه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا تسمع أبدا، ولا تصدق أبدا لهذا الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه حديث من أحاديثه، بل سطر في كثير من الكتب، ألا وهو ينسب إليه عليه الصلاة والسلام: اختلاف أمتي رحمة. هذا كلام لا يصح أبدا، لا سندا ولا متنا، لا سندا ولا متنا. اختلاف أمتي رحمة، إذن بمفهوم المخالفة لهذا الحديث اتفاق أمتي عذاب. فهذا الحديث لا يصح من ناحية السند ولا من ناحية المتن، لأنه مصادم لكثير من آيات القرآن الكريم ولكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي ينهى فيها أمته عن الخلاف. لكن الخلاف المعتبر هو الخلاف في مسائل الأحكام، في مسائل الاجتهاد، في مسائل الفروع، هذا أمر مستساغ. قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الممتع لاعتصام: الخلاف المذموم في الآية هو الخلاف في أصل الدين، في أصل الملة، أما الخلاف في مسائل الأحكام، في مسائل الفروع والاجتهاد، فهو أمر جائز وأمر مستساغ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل رحمة الله جل وعلا قد اختلفوا في كثير من المسائل. تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة وانقسموا إلى فريقين، إلى فريق حان وقت الصلاة في الطريق فصلى في الطريق،
والفريق الآخر قال لا، حتى ولو حان وقت الصلاة فلن نصلي إلا في بني قريظة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الجميل، هل بكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فريقا من الفريقين؟ لا. هل عاب النبي على فريق من الفريقين؟ لا. هل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فريقا من الفريقين بإعادة الصلاة؟ لا، وإنما جمع الفريقين في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. فالاختلاف في مسائل الأحكام أمر معتبر، الاختلاف في مسائل الفروع والاجتهاد أمر سائغ ولا حرج فيه ما دام كل فريق من الفريقين له أدلة معتبرة، لكن الخلاف الناشئ من خلاف الفريقين في فهم الدليل، أو لعدم بلوغ الدليل، أو لعدم المعرفة بنسخ الدليل، كل هذا أمر جائز سائغ بين المحققين من علمائنا ولا حرج فيه البتة. هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على أكرم مولود وأشرف موجود صاحب المقام المحمود والحفظ المورود.